الثالثة جيناكم يا ابو فهد بالحال وبالمال الغالي والرخيص، الغالي روسهم والرخيص فلوسهم، جيناكم رمت عطاء ان هو واجد فانت تستاهل وهو في محله وان هو شوي يسمنه المحبة والغلا اللي بيننا. والشيء الاخير بالنسبة للهدايا الخاصة معينة ابو فهد بشت واخوي ريال العايدي معها سيف وزايدها سلامتك وسلامة من يسمع. سلم اما بالنسبة للعطاء العام فيردون عليك بقحطار. I'm gonna get that.